طبعا الأشياء اللي راح ندرسها في هذا الشابتر إن شاء الله اليوم اللي هو study and understand the operation and characteristics of various types of MOSFETs, understand and become familiar with the DC analysis design techniques for MOSFET circuits. فراح نتعرف على MOSFET وراح نشوف كيف نسوي DC analysis. الـ AC analysis راح يكون في الشابتر اللي بعدين إن شاء الله. بالنسبة دكتور نعم تفضل. سؤال سريع بس. تفضل. عشان الامتحان طلعت الدرجة من 28 هي تنحسب 28 تخصم من الـ assignment يعني؟ لا خليني أشوف ممكن أحولها على 25 يعني. تمام ماشي شكرا. يمكن أخليها 28 يمكن أخصمها من الـ assignment مش عارف والله خليني أشوف بس على الأغلب لا راح أحولها من 25. أوكي تمام. الآن هذا البيسك ستراكشر تبع الموسفت عبارة عن سيمي كوندكتر مثير سبستريت وبعدين بيجي عندي الانسوليتر الأوكسايد بسموه سيليكون أوكسايد بعدين مادة موصلة اللي هي الميتال بهذا الشكل. فهذا هو عبارة عن ستراكشر تبع الموسفت. الآن هاي الثكنس تبعها نسميه تي اوكس الثكنس تبع الاوكسايد. الان في عندي هنا 3 تيرمينالز. كيف البي جي تي فيه 3 تيرمينالز؟ هون في كمان 3 تيرمينالز. واحد اللي هو الجيت هو مقابل البيس بالبي جي تي وهون في عندي هيك بكون منطقه دوبت بان وهاي بتكون الدرين يكون في عندي هون المنطقة الثانية دوبت وذ ان كمان هاي بنسميها السورس يعني السورس بقابل الاميتر والدرين بقابل الكوليكتر. هاي بتكون يعني عبارة عن منطقة سبستريت فيها هولز تمام. فهذا هو ال بي جي تي عفوا الان موس. نشوف مقطع ثلاثي الابعاد او صورة ثلاثية الابعاد للموسفت اللي هي هيها موجودة هون. هاي شايفين هاي عندي هون الدرين هاي عندي هون السورس هاي الاوكسايد هاي الجيت. شوفوا زي ما حكيت لكم هاي التي اوكس اللي هي الثكنس تبع الاوكسايد ال اللي هي بسموها اللينك تبع الشانل هذا ال اللي هي المسافة ما بين الان هاي والان هاي هاي بسموها ال اللينك تبع الشانل. الويدث اللي هو هاي العرض تبع الموسفت كامل يعني هيك هاي الويد تمام. فهذا بالنسبة للموسفت الستركشر تبعه سهل وحلو يعني. كيف بيشتغل بالضبط الموسفت؟ خلينا نشوف كيف بيشتغل. الآن بهذا الشكل تبعه إذا بتلاحظوا إنه أنا عندي هالمنطقة P وهي N يعني زي كأنه دايت وهي المنطقة P وهي N برضو كمان زي كأنه دايت ثاني. فبالتالي يعني زي كأنه باك تو باك يعني تو دايتس باك تو باك وبالتالي يعني ما راح يكون فيه تيار لأنه بتعرفوا إنه التيار فقط بيروح باتجاه واحد هذول متعاكسين فما راح يكون فيه تيار يعني واحد منهم راح يمنع الثاني. فهذا بالحالة هيك العادية بدون ما يكون موصل عليه أي فولتجز. إحنا شو بنساوي؟ منجيب باتري بهذا الشكل خنسميها بي جي اس لانها ما بين الجيت والسورس. الان هاي الباتري قطب الموجب اللي هون بكتب هذول الهولز الالكترونات اللي هون طبعا هاي او يعني بتنافروا اول شيء هذول الالكترونات اللي هون عفوا الهولز اللي هون بتنافروا وبتركوا بروحوا وبتركوا مكانهم هولز فبصير عندي زي depletion region هون. الآن إذا الـ VGS بتزيد عن قيمة معينة برضو كمان في إلكترونات اللي بتكون هون بالمنطقة هاي المينورتي تعمل في مينورتي صح؟ بيقتربوا كمان لهي المنطقة. فإذا الـ VGS زاد عن فولتية معينة عادة هاي الفولتية بنسميها threshold voltage VT بصير في عندي شيء بنسميه inversion layer. inversion layer أو بسموها بعض المرات channel. الآن شوفوا بالبداية ما كان في عندي هون الكترونات سالبة طبعا القطب الموجب اللي هون هو اللي جذبها لكن الآن صار في عندي هون
الكترونات سالبه، هون الكترونات سالبه، وهون ان شانل فيها الكترونات سالبه، فزي كانه صار عندي كلوزد باث، فزي كانه وصل لهي المنطقه مع هاي المنطقه كلها صار فيها ايش؟ الكترونات سالبه. نجيب باتري ثانيه بهذا الشكل، بلس ماينس، خلينا نسميها في دي اس، ما بين درين والسورس. الان هاي الباتري الثانيه الالكترونات راح ينجذبوا نحو القطب الموجب، وبالتالي راح يصير في عندي تيار بالاتجاه المعاكس الكونفشنال كرنت بنسميه اي دي. فهيك بصير في عندي تيار وبشتغل والموسفت. فهي طريقه، هاي الاوبريشن تبعت الموسفت بسيطه جدا وسهله. طبعا ما في عندي تيار اي جي، يعني بالبي جي تي في عندي تيار اي بي صح؟ هون ما في اي جي لانه هاي عندي هون منطقه ماده عازله. فقط عندي تيار اي دي بفوت على الموسفت وبطلع للطرف الثاني وهكذا. تيار واحد. اي هون شايفين لما تصير في جي اس اكبر من في تي ان بتتشكل الانفرجن لاير. لما تصير في عندي اي دي، طبعا هون عفوا هون مش متشكلة بهاي الرسمة، هون لما الـ VGS أكبر من الـ VTN تشكلت، وهي في عندي VDS فبصير في عندي ايش؟ تيار كهربائي. هون كان ID صفر، هون صار في عندي تيار. طبعا في عندي تيار الرابع بنسميه البلك أو السبستريت، هذا بكون واصل مع السورس أو مع الجراوند، عادة بكون واصل مع أقل فولتية بالـ NMOSFET، بالـ PMOSFET بكون واصل مع أعلى فولتية VDD. بس بهاي المادة ما راح نتطرق للسبستريت، راح ناخذ فقط 3 terminals. طيب شو هي الثريشولد فولتج اذا؟ الثريشولد فولتج ذا ابلايد جيت فولتج ريكوايرد تو كريت ان انفرجن تشارج اند تيرن ذا ترانزستور اون. تيرن اون ذا ترانزستور. يعني هي الفولتيه اللي لازم تكون موجوده ما بين الجيت والسورس حتى الترانزستور تيرن اون. تمام؟ طيب. الآن هاي العلاقة ما بين VDS و ID بالنسبة للموسفت، مشابه العلاقة ما بين IC و VCE لل BJT. بس هناك كانوا هذول اللاينز for different values of IB، بس أنا هون عندي ما في عندي IG صفر، ما في عندي قيم مختلفة IG. فإذا هذول اللاينز بيمثلوا العلاقة ما بين VDS و ID for different values of VGS. هاي VGS1، هاي VGS2 أكبر من VGS1، VGS3 أكبر من VGS2 وهكذا. وطبعا زي ما حكينا بي جي تي في عندي انا انفينيتي نمبر اوف لاينز هون ما بين هذول اللاينز، بس انا ما برسمهم لانه صعب ترسمهم كلهم. الان التسميات شوي مختلفه هون بالموسفت. هاي المنطقه كنا نسميها بي جي تي فورورد اكتيف مود، هون لا بنسميها ساتوريشن مود. في لها اسماء مختلفه، بسموها بنش اوف ريجن، بعض مرات بعض مرات بسموها اكتيف مود. بهذا الكتاب تبعنا بسموها Saturation Mode، هيك معطينها الاسم. وهاي Saturation Mode طبعا بتقابل Forward Active Mode. المنطقة هاي بالبي جي تي كنا نسميها Saturation Mode، يعني العكس. هون لا، هون بنسميها Non-Saturation، أو بعض المرات تسموها Triode region او non saturation. فهي المنطقه بتقابل saturation بالبي جي تي. طبعا بالبي جي تي كنا نحط زي هيك فولتيه زي هيك قيمتها في سي اي بتساوي مثلا 0.2 فولت، ونحكي اللي على يمينها saturation واللي على شمالها عفوا اللي على يمينها فورد اكتيف مود واللي على شمالها non واللي على شمالها saturation. هون لا، ما في عندنا لاين، في عندنا فانكشن هيها اللي على يمينها ساتشوريشن واللي على شمالها نان ساتشوريشن. هاي الفانكشن شو قيمتها؟ بنسميها اول شيء في دي اس سات، زي ما كنا هناك بنسميه في سي في سي اي سات، ولكن قيمتها ايش؟ مش ثابته 0.2، لا قيمتها بتساوي في جي اس ماينس في تي ان. فهي بالنسبه ل الكاركترستيك كيرف تبع الموسفت. الان زي ما حكينا once VGS أكبر من VTN الـ transistor turns on.
وزي ما حكينا كمان إذا كانت فيديو أسات زي ما حكينا برضو في عندنا هاي الفانكشن فيديو أسات اللي بتساوي فيديو أس ماينس في تي أن. فيديو أسات is the drain to source voltage that produces zero inverting charge density at the drain terminal. الآن إذا كانت فيديو أس اللي هاي أكبر من فيديو أسات نكون إحنا بأي ريجن؟ خلينا نبلش بالأقل. إذا كانت أقل VDS أقل من VDS سات تكون بأي ريجن؟ نكون بالنان ساتشوريشن. بهاي الحالة هاي قيمة التيار ID، يعني التيار ID المعادلة لما يكون بالنان سات هاي هي. هاي عندي KN، هسه بحكي لكم شو هي KN. VGS اللي هي حكينا الفولتية ما بين الجيت والسورس، VTN حكينا عنها اللي هي ثريشولد فولتج، VDS اللي هي الفولتية ما بين درين والسورس، وهاي الفولتية ما بين درين والسورس. بالمقابل اذا كان في دي اس اكبر من في دي اس سات بنكون احنا بالساتوريشن ريجن وبتكون هاي قيمه التيار اي دي بتساوي كي ان في في جي اس ماينس في تي ان. طبعا بتلاحظوا انه بهاي المعادله ما في في دي اس، وهذا الشيء واضح انه بعد النقطه هاي يعني لما تزيد حتى لو زادت في دي اس قيمه التيار ايش؟ بتضلها ثابته for different values of في جي اس. يعني بالساتوريشن ريجن في دي اس لا بتاثر على قيمه التيار لو زادت. طبعا هذا ايش؟ ايديالي. بالواقع في ميلان بسيط ان شاء الله يمكن نتطرق له، او هي السلايد هذا هي موجود هون عنه. شو موجود؟ بحكي لي انه in the saturation region since the ideal drain current is independent of the drain voltage source، يعني هي الايديالي. The incremental or small signal resistance is infinite. We see that delta VDS على delta ID is infinity. هذا بالايديال كيس، ولكن بالواقع يكون يعني في عندي ميلان بسيط، انا هون بلغت فيه، بس بكون في عندي ميلان بسيط. فتكون عندي delta VDS على delta ID بتساوي R نوت. ولكن هاي قيمة كبيرة عادة. طيب بالنسبة لكيان حكينا بدنا نحكي لكم شو هي كي ان. كي ان بنسميها الكوندكشن بارامتر، وتساوي دبليو اوفر 2 دبليو اوفر ال دبليو على 2 ال في ميو ان في سي اكس. دبليو حكينا لكم اللي هي الويث تبع الموسفت، ال اللينث تبع الشانل، ميو ان الموبيليتي الكترون موبيليتي، هي هاي عاده كونستانت. سي اكس اللي هي الكاباسيتنس الاوكسايد كاباسيتنس، where C aux is the oxide capacitance per unit area، وتساوي epsilon aux على T aux. epsilon aux اللي هي ثابت permittivity، T aux اللي حكينا لكم عنها اللي هي thickness تبع السيليكون اوكسايد. فهي بالنسبة لك كيان زي ما حكينا T aux اللي هي الاوكسايد thickness، epsilon aux الاوكسايد permittivity constant لكل مادة لها قيمة ثابتة وللاوكسايد لها قيمة. زي ما حكيت لكم هي الموبيليتي اوف الكترونز. دبليو اوفر ال بسموها عادة الاسبكت ريشيو اللي هي الويث تو لينث ريشيو، الويث تو لينث ريشيو. طبعا الويث تو لينث ريشيو احنا عندنا لما نيجي نساوي موسفت على الانتجريت سيركتس ولا واحد من هذول القيم نقدر نتحكم فيه، كلياتهم كونستانتس. القيمة الوحيدة نقدر نتحكم فيها اللي هي دبليو اوفر ال. ولما نحكم دبليو اوفر ال معناته احنا قاعدين نغير بالتيار، بنغير باشياء كثير. ان شاء الله اذا بتاخذوا كورس متقدم بتشوفوا شو الاشياء الثانيه، تحكم بالباندويت بالباور ديسيبيشن، يعني بكل شيء، بسلو ريت، كل شيء. طبعا دائما يكون في عندي تريد اوف بالسبيد، يكون في عندي تريد اوف. احنا بالماده هاي يعني الكرنت، وراح نشوف الجين فقط، هذول الاشياء. برضه كمان دبليو اوفر ال تحكم بالجين. Oxide capacitance and carrier mobility are essentially constants for a given fabrication زي ما حكينا. However, the geometry or the width to length ratio is the variable in the design of MOSFETs that is used to produce specific current voltage characteristics in MOSFET circuits زي ما حكينا. الآن برضو كي ان بكتبوها بالطريقة هاي، كي ان برايم على 2 في W over L.
كي ان برايم هاي بسموها بروسيس كوندكشن بارامتر بتساوي ميو ان في سي اوكس. بالكتاب هون بعض مرات بيجيب لك بالسؤال كي ان وبعض مرات بيجيب لك كي ان برايم، يعني هيك المعطيات بتكون. فانت بدك تنتبه بالامتحان انا معطيك كي ان برايم ولا كي ان، لانه لهم نفس الوحده، لانه دبليو اوفر ال يعني ما لهاش وحده، لانه يعني مثلا مايكروميتر على مايكروميتر فبيروحوا مع بعض فلهم نفس الوحده، فبدك تنتبه انه في برايم ولا ما في برايم. اذا ما كانت واضحه كثير يعني عاده على بالاي ليرنينج تحت الاي ليرنينج تكون واضحه، بس زمان لما كنا نطبع الاوراق ما تكون مش واضحه فتكون تسالوني. تمام. ف هاي بالنسبه لك يا يعني. بس عشان تكونوا عارفين يعني هاي الكيرف كيف اجى زي هيك، خليني اشرح لكم كيف ليش صار زي هيك. الان لما تكون في جي اس اكبر من في تي ان ترانزستور اون، ولما تكون في جي اس صغير كثير هيك بيكون شكل الانفرجن لاير، تكون هاي الدبليشن ريج او هاي الانفرجن لاير تقريبا يونيفورم. تمام. فتكون زي كانه لينير، يعني التيار بتكون هيك العلاقه اللي هي المنطقه هاي بتكون بعدنا هون تحت for small values of VDS، هيك بيكون شكل الكيرف. بعدين اذا VDS زادت قيمتها كبرت كمان شوي، ولكن بعدها اقل من VDSات بتصير ايش؟ الانفرجن لاير هيك شكلها مش يونيفورم، فبصير في عندي كيرفتشر بالكيرف زي هيك بهذا الشكل. الان VDS بتساوي VDSات، هاي بتكون هون الماكسيمم بوينت وبصير هيك شكل الانفرجن لاير. شوفوا كيف عم نسميها بينش اوف، نسميها بينش اوف، عشان هيك بعض المرات بسموا ساتشوريشن ريجن بينش اوف ريجن. الان اذا في دي اس صارت اكبر من في دي اسات بتتراجع هاي الانفرجن لاير بتصير هون. ممكن واحد يحكيني طب كيف بصير في حركه الالكترونات وما في عندي انفرجن لاير؟ هو اللي بصير ان الالكترونات بتتسارع، ولما توصل لحد هون النقطه هاي بصير زي شوت، تنطلق زي الرصاصة يعني شوت بتوصل لهون، وبالتالي بثبت التيار واحنا نصير بالمنطقة هاي. فهاي بالنسبة ليش الكيرفتشر زي هيك صار. تمام. طبعا هذا الحكي اللي انا حكيتكم اياه كلياته للان موس ديفايس. احنا في عندنا بالموسفتس في عندنا ان موس وبي موس. بالنسبة للبي موس بكون يعني الستركتشر تبعه مختلف، انه هاي المنطقة بتكون بي دوت وذ هولز doped with acceptors وهي doped with acceptors وهي بتكون ان تايب. فبالتالي انا بتوقع حتى اجمع هون هولز لازم احط الباتري بهذا الشكل، لازم تكون معكوسه بنسميها في اس جي. والباتري هاي في اس جي برضه كمان تكون معكوسه، طبعا القطب السالب راح يجذب الشحنات الموجبه الهولز، وبالتالي راح يكون التيار بهذا الاتجاه الكونفنشنال كارنت. انتبهوا انه بعكس التيار اللي بالان موسفت، فإذا الباتريز مقلوبات والتيار برضه اتجاهه العكس. فإذا شو الفرق ما بين الموس والبي موس؟ طبعا احنا الموسفت في نوعين، في عندي ديبليشن مود وفي عندي انهانسمنت مود. احنا بهاي المادة فقط راح ندرس الانهانسمنت مود، ديبليشن مود ما راح ندرسه. طيب شو الفرق ما بين البي شانل والان شانل؟ او الان موس والبي موس؟ أول إشي negative gate bias is required زي ما شفنا. VTP the threshold voltage and it is less than zero. VTP بتكون بالnegative، يعني أنا بدي فولتية negative حتى أشكل inversion layer. ف VTP هاي بتكون negative value. تمام. Current flows from the source to drain. الكرنت من السورس للدرين، مش زي الموس الانموس من الدرين للسورس، فبكون العكس. فبدنا نعطيكم سمري لهي الريليشن شيبس كلياتها اللي هي موجوده هون. هاي قيمه التيار بالترايود او بالنون ساتوريشن بالنسبه للان موس، هاي قيمته بالنسبه للساتوريشن ريجن، في دي اس تساوي في دي اس ماينس في تي ان، في تي ان اكبر من صفر، الانهانسمنت مود، الدبليشن مود هذا حكينا ما بدنا اياه. البي موس
لما يكون بالنون ساتوريشن هاي قيمة التيار، شوفوا لاحظوا انه لانها في تي بي قيمة سالبة فهي بتكون زائد. او بعض المرات بحطوها ناقص وبحطوا الفي تي بي ابسوليوت فاليو. هون نفس الاشي في تي بي زائد. وهون نفس الاشي، هذا طبعا في تي بي، شوف اللي انا مخربط. وهون نفس الاشي في تي بي كمان زائد. وزي ما حكينا في تي بي فاليو less than zero negative value. الان زي ما في للدايود سيمبل برضو كمان في للموسفت سيمبل، وزي ما برضو ما في للبي جي تي سيمبل كمان في للموسفت سيمبل. السيمبل تبعنا بهذا الشكل، هذا اللي احنا رح نتعامل معه. هذا عادة بيستخدموه للديبليشن، ما بدنا اياه. او يعني هذا خلينا نحكي انه بيستخدموه للديبليشن، نعم. وبرضه هون بوضح البلك، احنا هذا ما بدنا اياه. الان هذا بالمور ادفانس بوكس ما بحطوا سهم. احنا السهم عادة زي البي جي تيز، نفس فكرة البي جي تي. السهم دائما بحطه وين؟ عند السورس. وبالنسبة للانوس بيكون طالع لبرا السهم. تمام. الان بالكتب المتقدمه ما بحطوا سهم بالمره، فانت لازم تعرف وين السورس والدرين. كيف بدك تعرف؟ الشيء اللي بدكم تعرفوه عن الموسفت انه هو انترتشينجبل، يعني هذا السورس بس ممكن يصير هذا السورس، هذا درين ممكن يصير هون درين، يعني ممكن ينعكسوا. كيف بينعكسوا؟ حسب الفولتيه الاكبر. انت بتشوف وين الفولتيه الاكبر عند اي تيرمينال من هذول الاثنين، بتحكي اذا هذا هو درين وهذا هو السورس. فانت لما تكون واصل الدائره بتشوف الترمينال الكبير واصل الفولتيه، او مش الترمينال الاكبر يا رب، الفولتيه الاكبر يعني. يعني اذا كانت الفولتيه الاكبر عند الدرين عند الترمينال هذا، معناته هذا هو الترمينال درين. اذا كانت الفولتيه الاصغر هون، معناته هو هذا السورس. فهو يعني فيزيكلي انترتشينجبل، يعني بتقدر تعكسهم. فعشان هيك بالمور ادفانس بوك ما بحطوا سهم. انت لازم من خلال السكيماتيك تعرف وين السهم. لكن احنا بكتابنا هون هذا بحطوا السهم بهذا الشكل. PMOS بيكون السهم عند السورس، ما بيكون عند الدرين، بيكون عند السورس وبيكون فايت لجوا. بالكتب المتقدمة أكثر ما بيحطوا أسهم، أنت لحالك لازم تعرفون السورس، الفولت شوفوا الفولتية الأعلى بيكون هاي السورس. بس كيف بدك تعرف إنه هذا NMOS ولا PMOS؟ بيكونوا حاطين هون بابل. تمام؟ هذا إذا كان في عندي ديبليشن مود بيكون زي هيك. وإذا بدك تحط البيس طبعًا اتجاه السهم بالموسفت، الموسفت بيكون مختلف. هذا برضه ما بدناش اياه بالمور ادفانس بوكس. ولكن يعني راح تشوف اذا فتحت كتب راح تشوف هذا السمبل، وراح تشوف هذا السمبل، وراح تشوف هذا السمبل. طيب الان اول ما بلشت الموسفتس كان دائما يجوا على التشيب يحطوا عليها كلياتها ان موس، او يجيبوها يحطوا عليها كلها بي موس. بعدين مع الوقت سووا شيء بنسميه كومبلمنتري ميتال اوكسايد سيمي كوندكتر، او بسموه سي موس. السي موس انهم بحطوا ان موس وبي موس اثنين مع بعض على نفس الدائره بهذا الشكل. هاي عندي انا هون البي موس، هاي بي وبي، وهاي طبعا كلها ان سبستريت. فيعني هذا الجيت مثلا، وهذا السورس، وهذا الدرين. وهون عندي انا الان موس، هاي ان وان، بس انا السبستريت كلها شو مالها ان، فشو شو بدهم حتى يحلوا هالمشكله؟ بحطوا هون شيء اسمه بي ويل. بصير زي كانها بي سبستريت. وهاي عندي هون الجيت، وهاي السورس، وهاي الدرين مثلا. تمام؟ كيف بدنا نتعامل مع كيف نسوي اناليسز للموسفت؟ كثير سهل. الان طبعا هذا كابلنج كاباستر، فبالدي سي اناليسز هذا الجزء كلياته راح يروح، صح؟ وهي هون معروف من البي جي تي، عرفنا انه هاي هون في دي دي بتكون فولتي، يعني زي كانها، وهون في دي دي. طبعا
احنا بالبي جي تي كنا اول شيء نوجد الاي بي. انا عندي هون اي جي شو حكينا بتساوي؟ صفر، وانا ما بحتاجها، انا بحتاج لفي جي اس. لفي جي يعني هاي في جي وهاي في اس. فبحتاج هاي الفولتي في جي اس اوجدها. كيف بنوجد في جي اس؟ هاي الدائرة هيك بتصير بهذا الشكل. كيف نوجد في جي اس؟ بسيطة جدا، يعني هاي هون في دي دي حكينا صح؟ فهون زي كأنه أنا بدي أوجد الفولتية في جي، يعني هي نفس الفولتية على R2، فإذا هي فولتج ديفيجن بالنسبة لفي جي. في اس مبينة هي جراوند، فإذا في جي اس هي عبارة عن في جي ماينس في اس. في اس حكينا جراوند، في جي عبارة عن voltage division R2 على R1 زائد R2 في VDD، وبالتالي VGS شو تساوي؟ R2 على R1 زائد R2 في VDD ماينس صفر. فهيك بنكون أوجدنا VGS. الآن باجي على VGS، إذا أكبر من VTN معناته ترانزستور أون، إذا أقل من VTN خلاص بوقف ترانزستور أوف، ما فيش عندي تيار ID معناته. وبالتالي VGS شو تساوي بالدائرة هاي؟ إذا ما في عندي تيار VDD ID فمعناته VGS شو تساوي إيش؟ VDD. ولكن اذا في جي اس اكبر من في تي ار ترانزستور اون، الخطوه اللي بعديها بدي اوجد اي دي. بس انا في عندي معادلتين لاي دي، واحده بالنون ساتوريشن وواحده بالساتوريشن. فشو بساوي؟ بفترض اني انا بالساتوريشن، زي ما لما كنت انا اساوي بالبي جي تي كنت افترض اني انا الفورد اكتف مود واستخدم بيتا صح؟ هون نفس الشيء، بفترض اني انا بالساتوريشن واستخدم هاي المعادله وبعوض تعويض مباشر وبوجد اي دي. بعد ما اوجد اي دي بسوي كي في ال على هاي اللوب وبوجد في دي اس، اللي هي راح تكون في دي دي ماينس اي دي في ار دي. هاي في دي اس تساوي في دي دي ماينس اي دي في ار دي. الخطوه اللي بعديها شو بسوي؟ بتاكد هل انا بساتشن ولا لا. كيف بدي اتاكد؟ اول شيء بحسب في دي اسات، اللي هي بتساوي في جي اس ماينس في تي ان، بحسبها. بعدين باجي بقارن في دي اس في دي اسات، اذا كانت اكبر معناته انا حلي صحيح وانا بالساتوريشن، اذا كانت اقل معناته في عندي مشكله، معناته انا مش بالساتوريشن. هون اذا كان في دي اس اكبر من في دي اسات معناته انا بالساتوريشن، اذا كانت اقل معناته انا بالنون ساتوريشن. طيب اذا انا بالنون ساتوريشن كيف بدي احل؟ بسيطه، بستخدم المعادله الثانيه اللي هي اي دي بتساوي كي ان على 2 في في جي اس ماينس في تي ان في في دي اس ماينس في دي اس. هذول المعادلات تحفظوهم مهمات يعني. تربيع أنا بتأكد إنه كتبتها صح ولا لا. هاي المعادلة أنا كاتبها خطأ. هي أصلاً هاي كي إن فيها 2. هم عادة هيك بكتبوها، إما بكتبوا حطوا هون 2 وبحطوا هون في جي اس اوفر 2، أو شو بيساووا؟ بحطوا هون 2 تمام؟ لأنه تذكروا إن هاي كي ان هي عبارة عن ميو ان سي اوكس على 2 في دبليو اوفر ال. طيب فبنستخدم هاي المعادله. طبعا اذا بدك تستخدم هاي المعادله وتحل، انت بعدك لا بتعرف لا في جي اس ولا في دي اس، عفوا في جي اس حسبتها، انت ما بتعرف لا اي دي ولا في دي اس، لانه اي دي انت بتطلعها من هاي المعادله وبعدين بتطلع في دي اس، بس انت في دي اس هون مطلوب منك المعادله. فشو الحل؟ الحل انك تستخدم معادله ثانيه، المعادله الثانيه اللي هي الكي في ال هون، اللي هي في دي دي
في دي دي بتساوي زائد يعني هي ماينس في دي دي زائد اي دي في ار دي زائد في دي اس بتساوي صفر اللي هي هاي. فالآن عندك معادلتين، المعادلة هاي رقم واحد والمعادلة هاي رقم اثنين، بتعوض واحدة جوا الثانية وبتطلع المجهول. يعني ممكن تحط تحكي إنه تحط في دي اس بتساوي في دي دي ماينس اي دي في ار دي هون. طبعا راح تطلع عندك معادلة تربيعية، وبتحل المعادلة التربيعية وبتطلع قيمة اي دي وبعدين بتطلع قيمة في دي اس. يعني أصعب شوي لما تكون بالنون ساتوريشن لأنه في عندك حل كوادراتيك إيكويجن، لكن بالنهاية يعني سهلة. طبعا هنا افترض انه طلعت في دي اس عنده اكبر من في دي اسات، فاذا كوركت اسامبشن. واخر خطوه اللي هو وجود الباور، والباور بالبي جي تي كانت عباره عن اي سي في في سي اي زائد اي بي في في بي اي، لانه كان في تيارين فايتات. يعني بالبي جي تي كان في تيار هيك وتيار هيك والاي اي اللي هو مجموعهم، يعني عشان يكون بينهم تيارين، تيار هون تيار هون وهذا مجموعهم الاي اي. هون لا، هون فقط عندي تيار اي دي بفوت وبطلع، ما فيش تيار ثاني نجمع له اياه. وبالتالي باور ديسيبيشن راح يكون اي دي في في دي اس. فهذا بالنسبة ل الاناليسيس تبعيه الدي سي اناليسيس تبعيه الموصل. هون عندي انا معوض ارقام، يعني حاط ار دي 29 كي، ار 1 30 كي، 20 كي، وهي 5 فولت، وحاسب القيم، فطلعت القيم معاه بهذا الشكل. طيب بالنسبه للبي موس كيف راح تكون الاناليسيس تبعيته؟ تذكروا ان البي موس هون السورس، فانا الان بدي اوجد في اس جي. في اس شو قيمتها؟ في دي دي، في جي فولت ديفيجن عادي اللي هي ايش؟ ار2 على ار1 زائد R2 في VDD. فهي VSG اللي هي VS minus VG، VS VDD هي قيمة VG، VG فVSG اللي هي VDD minus VG. الآن BG إذا كانت VSG أكبر من الـ absolute value للـ VTP يكون ترانزستور اون. وانا شوي مخربطكم، انسوا هذول ليش خربطوكم هيك هيك سووا. هون يعني زي كانوا ضرب هاي بناقص واحد، اذا ضربت هاي بناقص واحد شو بتصير في جي اس؟ وهذا تصير بدل اكبر اصغر، وهي اصلا كانت اصلا هون في تي بي قيمه سالبه، يعني هاي يعني فهمت تصير ايش؟ اذا كانها ماينس الابسولوت فاليو في تي بي، يعني اللي هي ايش؟ في تي بي. خلص انسوا هاي، هاي بتخربطكم. خذوها هيك زي ما انا كتبت لكم اياها، في اس جي اكبر من، عشان تصير مشابهه للانموس، الانموس في جي اس اكبر من في تي ان. هون عشان تصير مشابهه تماما نحطها في اس جي اكبر من الابسولوت فاليو لفي تي بي. تمام. طيب اذا كان الترانسفر اون، بفترض اني انا بالساتوريشن، وبالتالي تكون اي دي تساوي كي بي في اس جي بلس في تي بي، او اذا بدك يعني عشان تحفظ معادلات كلها نفس الشكل ماينس VTP. بعدين توجد VSD اللي هي VDD، هي VSD VDD minus ID في RD. وبعدين بتقارن VSD إذا كانت أكبر من VSD SAT اللي هي بتساوي VSG زائد VTP، أو ممكن نحطها minus VTP. فإذا كانت أكبر فمعناته الأسامشن تبعنا صحيح. هنشوف الاكزامبل التالي. شو بحكي الاكزامبل؟ Calculate the drain current and source to drain voltage of a common source circuit with a p-channel enhancement mode MOSFET.
بده ياني احسب، بده ياني احسب لحظة شوي. بدي يعني احسب الدرين كارنت والفولتج بهاي الدائرة. طبعا هو يعني بالامبليفير عادة بكون في عندهم كابلنج كاباسر و اي سي انبوت سورس، بس هو يعني خلاص شايلهم. فهي الدائرة بهذا الشكل. وانتبهوا انه اول شيء لما نيجي نحل بدنا نعرف هل هو بي جي تي ولا موسفيت. لما يجي عندك سؤال طبعا هذا السيمبل تبع الموسفيت، فانت هيك يعني عرفت انه هذا ترانزستور موسفيت. ثاني خطوه، طيب موسفيت هل هو ان موس ولا بي موس؟ نشوف السهم، السهم فايت لجوا فمعناته ايش؟ هذا بي موس. طيب وين السورس والدرين؟ هاي الخطوه بعدين بدك تحددها. السهم عند السورس، فهاي السورس وهاي درين وهاي الجيت. هل الان بعد ما حررت كل هالاشياء بتبلش تحل؟ الخطوة البعدية، هل ترانزستور هذا اون ولا اوف؟ كيف نعرف؟ نحسب في اس جي. هاي في اس وهاي في جي. في اس بتساوي في دي دي، في جي بتساوي ار2 على ار1 زائد ار2 في في دي دي وتساوي 2.5، وبالتالي في اس جي بتساوي 2.5. طيب في ثريشولد كم عندي بالسؤال؟ 0.8 ماينس 0.8. فهل 2.5 اكبر من ابسوليوت فاليو ل 0.8؟ نعم أكبر. فإذا ما الترانزستور ما أبسط فاليو ماينس بوينت إيت، نعم أكبر. فإذا ترانزستور أون. طيب ترانزستور أون، خليني أحل وخليني أفترض إني أنا بالساتوريشن ريجن، فبدي أستخدم هاي المعادلة وبتطلع عندي 0.578 ملي أمبير. طيب الخطوة اللي بعدها شو بدي أساوي؟ بدي أوجد في أس دي، بساوي كي في ال على هاي اللوب وبطلع في اس دي بتساوي 0.665. هل هون كملت الحل؟ لا طبعا ما كملت الحل. بعد لي خطوه مهمه اللي هي ايش؟ بدي اقارن هل اشوف انا فعلا الساتوريشن ريجن ولا لا. هاي عندي في اس دي، كم قيمه في اس دي سات؟ هاي قيمه في اس دي سات اللي هي في اس جي بلس في تي بي او ماينس في ابسولوت فاليو لفي تي بي وتساوي 2.5 ماينس 0.8 وتساوي 1.7. اذا في اس دي اصغر من 1.7، اذا انا مش بالساتوريشن ريجن، انا بالنون ساتوريشن. فبهي الحاله شو بنساوي؟ حكينا بنساوي معادلتين مجهولين. فاذا البي شانل موسفيت از نوت بيرس ان ذا ساتوريشن ريجن، وبالتالي بدي استخدم هاي المعادله. هاي المعادله الاولى. طيب المعادله الثانيه هيها من كي بي ال اللي هون، فهي عندي معادلتين، بعوض واحده بالثانيه وبحل. إذا عوضت واحدة بالثانية وحليت معادلة تربيعية، طبعاً أنتم بتعرفوا حل المعادلة التربيعية بيطلع عندي جوابين. واحد اي دي بيساوي 0.27 وهي قيمة في اس دي، واحد اي دي بيساوي 0.515 وهي قيمة في اس دي. طيب أيهما الحل الصحيح؟ بسيطة جداً، سهل ممكن نعرف. إحنا حكينا إنه إحنا من نون ساتوريشن، فبالتالي لازم تطلع عندي في اس دي الصحيحة أقل من في اس دي سات. فوين الفي اس دي أقل من في اس دي سات؟ هاي الفي اس دي هون أقل من في اس دي سات؟ لا أكبر. فإذا هذا الحل خطأ. هون هل في اس دي أقل من في اس دي سات؟ نعم أقل. فإذا هذا الحل الصحيح. And this is correct solution, this is incorrect. ليش؟ لأن في اس دي لازم يكون أقل من في اس دي سات. فهيك أنا بكون حليت السؤال وكملته. طيب خلينا نشوف هذا الإكزامبل. الآن design a MOSFET circuit bias with both positive and negative voltages to meet a set of specification. The circuit configuration to be designed is shown in figure 3.27. Design the circuit such that IDQ بتساوي 0.5 and VSD بتساوي 4 volts. Choose standard resistors are to be used to be in the final design a transistor with nominal parameter Kn prime. شوفوا معطين هون Kn prime مش Kn. وتساوي 80 مايكرو امبير بير فولت سكوير، W over L بتساوي 6.25 و VTN بتساوي 1.2.
طيب تحب تكون المحاضرة الساعة ولا الساعة ربع؟ كونه رمضان مش عارف والله بصراحة. طيب خلينا نشوف. دكتور نعم انا امتحان على الساعة 11، حكيت لكم، اللي بده يطلع بإمكانه يطلع، والمحاضرة بتشوفوه التسجيل. اي انا بقدر اطلع؟ اه طبعا اكيد، اه ماشي، شكرا. حياك الله. طيب الآن بالنسبة لهذا الإكزامبل عندي ديزاين أنا. شو يعني ديزاين؟ توبولوجي موجودة أنا، I don't have to come up with a new topology، بس إني أنا بدال ما أعطيك قيم المقاومات وأطلب منك الفولتج والكرنت، لا أنا بعطيك الفولتج والكرنت وبدي منك قيم المقاومات. فبالنسبة لهذا الإكزامبل المجهولات حسب ما أنا شايفهم بهاي السكيماتيك اللي هم RS و RD. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني بدك تنتبه إنه هون بسوي بايسنج، بوزيتيف بايسنج ونيجاتيف بايسنج. طيب خلينا نحل السؤال الآن. برضو كمان حكيت لكم إنه هون معطينا كي ان برايم، فخلينا أول إشي نحاول نوجد اللي هو الكي ان. بسيطة، تطبيق مباشر. كي ان بتساوي كي ان برايم على 2 في دبليو أوفر ال، وتساوي 0.25 ملي أمبير بير فولت سكوير. شوفوا لاحظوا إنه لهم لهم إيش؟ نفس الوحدة اللي هي أمبير بير فولت سكوير. امبير بير فولت سكوير. فهي اوجدنا كي ان. الان بدي انا اوجد ار جي معطيه معي، بدي اوجد ار دي وار اس. لو انا اجيت سويت هون كي في ال كونه اي دي معطيه معي، راح يطلع عندي معادله على الكي في ال هاي، راح يطلع عندي معادله بمجهولين اللي هم ار دي وار اس. فإذا لا، خليني استخدم اسلوب اخر حتى اوجد القيم المقاومات. شو هو الاسلوب الاخر؟ ممكن احنا نوجد قيمة في جي اس، ممكن نوجدها من قيمة التيار اي دي. كيف؟ المعادلة الكاركترستيك ايكويجن اللي هي حكينا اي دي بتساوي كي ان في جي اس ماينس في تي ان سكوير. المعادلة هاي يعني خلينا نقول، خلينا نحكي في جي اس بتساوي، نقول كي ان على الطرف الثاني اللي هي اي دي على كي ان، بعدين احطها تحت الجذر، بعدين اجمع لها في تي ان. فهيك انا بامكاني اوجد في جي اس تمام، وتساوي 2.64. في جي اس شو بتساوي؟ بتساوي في جي ماينس في اس. في جي كم قيمتها؟ في جي بتساوي صفر. بتساوي صفر نعم. ليش؟ لانه انا عندي هون جراوند وما في عندي فولتج دروب على ار جي، فالفولتيه هاي نفس الفولتيه هاي، فاذا في جي صفر. فاذا في اس شو تساوي؟ في اس بتساوي ماينس في جي اس، وتساوي ماينس 2.614 اللي هي الفولتيه هاي. طيب انا بعرف الفولتيه هاي وبعرف الفولتيه هاي وبعرف التيار، فاذا بامكاني استخدم اومز لا واطلع ار اس اللي هي ماينس 2.614 ماينس الماينس 5 على 0.5، لانه اي دي معطيني اياها بالسؤال. فاذا ار اس بتساوي 4.7 كي. بنفس الطريقه بامكاني اوجد انا هاي في دي، يعني هو معطيني في دي اس بالسؤال صح؟ في دي اس بتساوي 4 فولت. كان احكي ايش؟ في دي اس بتساوي في دي ماينس في اس، وبالتالي في دي بتساوي في دي اس بلس في اس، وتساوي 4 زائد الماينس 2.614. وبعدين استخدم اومز لا اللي هي في دي بتساوي 1.38، وبعدين في بلس ماينس الفي دي على اي دي كيو تساوي 7.23. او كانت توجد هاي في دي يعني فولتي في في ار دي عفوا اللي هي تساوي كي في ال يعني
ماينس الفي بلس زائد الفي ار دي زائد في دي اس زائد الفي ار اس او اي دي في ار اس زائد الفي ماينس تساوي صفر. بعدين كل شيء معلوم معك الا في ار دي بتطلعها، ففي ار دي بعدين ار دي بتساوي في ار دي على اي دي او زي هيك، كل واحد نفس الاشي. طيب طبعا في دي اس بتساوي 4 فولت، وفي دي اس سات اللي هي في جي اس ماينس في تي ان بتساوي 1.4، فاذا ترانزستور اوبريتس بالساتشوريشن ريجن. طيب خلينا نحل هذا الاكزامبل. ديزاين ا سيركت وذ ا بي شانل موسفيت، انتبهوا هذا بي موسفيت، that is biased with the negative and positive supply voltages and contains a source resistor. هذا في دي ار اس هون مع بلس تو ماينس. To meet the set of specification. Show me specification. The circuit to be designed is shown in figure 3.25. Design the circuit such that ID cubes are 100 microampere, VSD is 3 volt, VRS is 0.8, and VTE على RS is 0.8. Note that VRS is the voltage across the source resistor RS. The value of larger bias resistor either R1 or R2 is 200K. يعني عندي أنا بدي أوجد R1 و R2 الكبيرة منهم 200K، و RS يعني تقريبا أعطاني إياها كونه أعطاني VRS، فممكن بستخدم أو أطلعها. بظل عندي RD كمان أوجدها. طيب بالنسبة للترانزستور نفسه شو المواصفات تبعيته؟ The transistor with nominal parameter values of Kp بتساوي 100 مايكرو أمبير per volt square and VTP بتساوي minus 0.4 volts is available. The conductor parameter may vary plus minus 5%. طيب خلينا نحل السؤال. أول إشي سوى assumption إنه إحنا بالساتشوريشن ريجن، وهاي معادلة التيار بده يوجد VSG بنفس الطريقة اللي حكينا عنها قبل شوي، فهي VSG باستخدام هاي المعادلة وتساوي 1.4. طيب هل احنا فعلا بالساتوريشن ولا لا؟ في اس جي سات كم قيمتها؟ اللي هي في اس جي بلس في تي بي وتساوي 1 فولت، واحنا بالسؤال معطيني انه في اس جي بتساوي 3 فولت، فاذا احنا باي مود؟ احنا فعلا بالساتوريشن مود، فعشان هيك هاي المعادله بنقدر نستخدمها صحيحه. تمام؟ الآن بالنسبة، طبعا احنا بدنا نبلش أول شيء بنوجد R1 و R2 بعدين بنروح على RD. طيب الآن بالنسبة ل R1 و R2 أنا بعرف إنه VG بتساوي R2 على R1 زائد R2 في V plus minus V minus هي الفولتية. أنا بدي فولتي على VG، وأنا هذول R1 و R2 عليهم فولتيتين V plus و V minus زائد ال V minus. هاي بالنسبة ل VG، وبرضه كمان بعرف انه VG S بتساوي عفوا VSG بتساوي VS minus VG، وانا بعرف انه VS هاي فولتي لهون هي عبارة عن V plus ماينس الفي ار اس اللي هو معطيني اياها، فانا بامكاني اطلع في اس، وبامكاني بعد ما اطلع في اس اطلع في جي، وبعد ما اطلع في جي احطها بالمعادله هاي واطلع ار2 ار1 وار2.
او ار2 على ار1 زائد ار2. خلينا نشوف. هاي عندي في جي اللي هي في بلس ماينس في ار اس في اس جي، اللي هو يعني هو حط المعادلتين هذول مع بعض، المعادله هاي والمعادله هاي، وطلع قيمه في اس جي او طلع قيمه في جي وتساوي 0.3 فولت. بعد ما طلع قيمه في جي، طبعا انا في هون بالسؤال هو شو بحكي لي، انا خربطت بشغله. اه لا مظبوط. طيب اه هو بحكي لي انه الاكبر من ار1 وار2 بتساوي 200 كيلو اوم. طيب خلينا نشوف، لان هو طلع قيمه في جي، في جي بتساوي 0.3. طب انا بدي اعرف اي الاكبر ار1 ولا ار2. الان واضح كونه في جي قيمه موجبه، يعني الفولتج دروب على ار1 اصغر من الفولتج دروب على ار2، فبالتالي واضح انه ار2 هي الاكبر، لان الفولتج دروب على ار1 تقريبا 2.5 او هو بساوي 2.5 ناقص 0.3 وساوي 2.2، بينما الفولتج دروب على ار2 هو عباره عن 0.3 ماينس الماينس 2.5 وساوي 2.8، وبالتالي ار2 اكبر. واحنا حكينا المقاومه الاكبر بتساوي 200 كيلو اوم، فاذا ار2 شو بتساوي؟ 200 كيلو اوم. فإذا راجي أنا بدي حكينا بنطلع R2 على R1 زائد R2، R2 هنا طلعناها 200 كيلو، فبضل عندي أطلع R1. طيب with VG أكبر من زيرو the resistor R2 will be the larger زي ما حكينا of the two bias resistors so set R2 to 200K. إذا R2 بساوي 200K، the current through R2 is then. طبعا فيش داعي إني أنا أطلع التيار زي ما حكيت لكم بالطريقة هاي، انت عندك في بلس تعرفها، في ماينس تعرفها، الفي ماينس تعرفها، في جي هيك حسبتها، فبتطلع ار2 على ار1 زائد ار2 بتطلع قيمتها، بتطلع عندك رقم، تيجي بتستخدم تيجي بتحكي ار2 بعد ما طلعت قيمتها، بتيجي بعدين بتعوض مكان ار2 100K بتطلع ار1، بس بهاي البساطة 200K عفوا. وشو عامل؟ هو موجد التيار اي بيس او اي بايس عفوا، موجد التيار اللي بمر بار2، فحكى التيار اللي بمر بار2 اللي هو عبارة عن 0.3 ناقص الفي ماينس على ار2 اللي هي 200K، فطلعوا بسبب 0.014 ملي امبير. حكى انه التيار اللي بمر بار2 راح يكون هو نفس التيار اللي بمر بار1، وبالتالي الان هو بيعرف كم التيار بمر بار1، بيعرف في بلس، بيعرف في جي، بطلع ار1. يعني بصير الطريقتين، بصير حل زي ما انا حليته قبل، وبصير زي هاي الطريقه كله نفس الجواب. فاذا ار1 اللي هي في بلس ماينس في جي على اي بايس وتساوي ار1، بصير الحل بالطريقتين. فهيك بنكون حسبنا ار1 وار2. دي ايش؟ ار دي وار اس. ار اس حكينا هاي بسيطه بنطلعها من اوزلا اللي هي في ار اس على اي دي بتساوي 8 كيلو اوم. بالنسبه لار دي كمان صارت بسيطه، يعني كان اسوي كيف قال هيك، اطلع في ار دي واستخدم اوزلا اللي هو في ار دي على اي دي بتساوي ار دي، او بامكاني انا طلعت في اس هون، بامكاني استخدم في في اس دي واطلع منها قيمه في دي، وبعدين احكي انه ار دي بتساوي في دي ماينس الفي ماينس على اي دي. يعني بصير هيك وهيك، كلياتهم نفس الاشي، ترى كلياتهم نفس الحلول، كلياتهم عباره عن كيفي ال واومز لا. كيف مستخدم؟ شو مستخدم؟ بساوي هون بطلع قيمة في دي هاي فولتي اللي هون زي ما حكيت لكم، يعني هو مطلع في اس وبعدين مطلع ايش؟ مستخدم في اس دي.
في اس هاي شو قيمتها اصلا؟ في اس هاي عباره عن في في بلس ماينس في ار اس. هاي في اس الفولتين اللي هون عباره عن هاي الفولتين ناقص هاي الفولتين. بعدين طارح منها في اس دي وموجود قيمه ايش؟ في دي. وبعدين حكى ار دي هي عباره عن في دي ناقص 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 الفي ماينس على اي دي كيوب طلع قيمه ار دي. بصير هيك وبصير انه ايش تحكي؟ ماينس الفي بلس زائد الفي ار اس زائد الفي اس دي زائد الفي ار دي زائد الفي ماينس تساوي صفر. كل هذول المعلومات الا في ار دي بتطلعها وبعدين بتحكي ايش؟ ار دي بتساوي في ار دي على اي دي. بصير هيك وبصير هيك، كلياتهم هم عباره عن نفس الطريقه. طيب خلينا نشوف هذا الاكزامبل. Determine طيب انا بحكي بكفي ساعة واحنا قررنا نكمل الشابتر. مش مشكلة هذول بنشرح لكم اياهم المحاضرة الجاي عشان ما نزيد عن الساعة. فهذا ان شاء الله نشرح لكم المحاضرة الجاي. يلا يعطيكم العافية ونشوفكم ان شاء الله. ولا خليني اشرح لكم اياهم عشان تكون محاضرة متكاملة. طيب خليني اشرح لكم اياهم. طيب الان نشوف هذا الاكزامبل. Determine the transition point parameters for a common source circuit. Consider the circuit shown in figure 3.25b. Assume transistor parameters of Vt and 1 volt and Kn 0.1 milliampere per volt square. بدي يعني اوجد transition points. يعني انا عندي هاي الكيرفز اللي هي بتمثل العلاقه ما بين VDS و ID. عندي هذا اللي هو مثل في دي اس سات اللي هو في دي اس ماينس في تي ان. وانا عندي اللود لاين، بتعرفوا كيف نرسم اللود لاين للبي جي تي وللموسفت بنفس الطريقه اللي هو بنسوي كي في ال على اللوب هاي اللي هو بنسوي كي في ال على اللوب هاي اللي هي عباره عن لو سويت كي في ال على اللوب هاي شو هي عباره عن ايش؟ ماينس في دي دي زائد اي دي في ار دي زائد في دي اس تساوي صفر. وبالتالي اي دي بتساوي في دي دي على ار دي ماينس في دي اس على ار دي زي كما كنا نسوي بي جي تي. بنرسمها بيطلع عندي الخط اللي هو هذا اللي هو بنسميه اللود لاين ايكويجن او اللود لاين عفوا. وهي اللود لاين ايكويجن. الان الترانزستور كيو بوينت راح تكون سمور على اللود لاين ودائما تكون هي عباره عن نقطه تقاطع مع الخط اللي انا بدي اياه. الان في جي اس بتزيد وبتقل، الترانزستور راح يتحرك ما بين الساتوريشن والنون ساتوريشن. وممكن هون يوصل عند الكت اوف، هاي كت اوف وهاي هون النقطه ما بين الساتوريشن والنون ساتوريشن اللي هي نقطه تقاطع اللود لاين مع في جي اس سات ماينس في جي اس ماينس في تي عفوا في جي اس ماينس في تي ان. فانا اللي بدي يعني اوجده بدي يعني اوجد هاي النقطه نقطه التقاطع. طبعا هاي نقطه التقاطع هي عباره عن فيها قيمه لفي جي اس في جي اس ترانزيشن. في عندي هون في جي اس ترانزيشن
في عندي هون ID transition، بدي أنا أوجد الثلاث نقاط هذول. طبعا بسيطة جدا، الثلاث نقاط هذول ممكن أوجدهم من خلال عندي 3 functions، هاي function وهاي function وهاي function. هاي معادلة واحدة من الفانكشنز، وهاي عندي اللي هي نفسها هاي المعادلة، هاي نفسها هاي بس إعادة ترتيب. والمعادلة الثانية هيها، والمعادلة الثالثة تبعت التيار عند النقطة هاي معادلة التيار. طبعا أنا في عندي معادلتين تيار، ممكن أستخدم معادلة الساتوريشن لأنها أسهل، لأنه عند النقطة هاي بإمكاني أستخدم معادلة تبعت الساتوريشن والنون ساتوريشن لأنها بالنص جاية، فخلينا نستخدم معادلة أسهل اللي هي كأن في جي أس ماينس بي تي أن كل تربيع. فبنسوي هذول الثلاث معادلات ببعض أو بنحلهم ونطلع القيم الثلاثة. يعني على سبيل المثال أنا عندي هون VGS زي ما حكينا، هي عبارة عن VGS minus VTN وتساوي الـ KVL، هاي الـ equation هاي اللي هي الـ equation تبعيد الـ load line. يعني سويت هاي المعادلة مع هاي، بناخد أحط لكم بلون ثاني. يعني سويت المعادلة هاي مع المعادلة هاي وتساوي VDD minus ID في RT. طبعا شو المجاهيل عندي بالمعادلة هاي؟ عندي VGS، يعني هاي شو المجاهيل فيها؟ ID مجهولة، أنا لازم أوجد ID transition و VGS transition لازم أوجدها، تمام؟ طيب هون استخدمنا معادلتين، عندي طلعت منهم معادلة واحدة مجهولين، فخلنا نستخدم المعادلة الثانية اللي هي ID يساوي KN VGS minus VTN وأحط هاي ID قيمتها هون. إذا عملت هيك بصير معادلة بهذا الشكل، فتصير عندي معادلة تربيعية. بنحل المعادلة التربيعية هاي، يعني هو هون حلها زي كأنه اعتبر يعني هاي VGS minus VTN زي كأنها X، وهون هاي زي كأنها X تربيع، فطلع X يعني اللي هي هاي X VGS minus VTN وتساوي 1.35 طلعت معاه بالحسابات، وبالتالي طلع VGS minus VTN. فإذا خلاص بقدر طلع VGS كونه VTN معروف معنا، فتطلع 2.35، وبرضه كمان كان يطلع VDS، هي عوضها المعادلة هاي. فبرضه عند transition point هي طلع VDS اللي هي X، يعني نفسها هاي VDS وهاي VGS، وطلع ID، فكون طلعت الرقم يعني. فإذا هذا transition point، تمام. ثلاث نقاط، النقطة عبارة عن ثلاث قيم ID و VGS و VDS. الآن إذا بتلاحظوا إنه for VGS إذا كانت أقل من 2.35 مع transistor bias in the saturation region، لأنه هاي النقطة للترانزيشن ما بين النقطتين، إذا كانت أكبر بكون transistor bias in the non-saturation. فإذا هيك بنطلع transition point، فهذا بالنسبة لهذا الإكزامبل، تمام. الآن إحنا كملنا الشابتر، بضل في عندي معلومة واحدة مهمة لازم تعرفوها، يعني كثير بتمر معانا بالسيركت، اللي هو إذا أنا جبت موسفت بهذا الشكل ووصلت الجيت مع الدرين، شو بصير بالضبط؟ أنا لما أوصلهم مع بعض زي هيك، يعني زي كأني بحكي الفولت، زي كأني بحكي المتساويات بالفولتج، يعني معناته VG بتساوي VD. طب خليني اطرح من الطرفين VS، يعني VG minus VS تساوي VD minus VS. هذا بيعني لي انه VGS بتساوي VDS، واحنا بنعرف انه الشرط في الساتوريشن انه تكون الترانزستور يكون بالساتوريشن. شو الشرط؟ انه VDS اكبر من VDSat، VDSat اللي هي عفوا اللي هي VDSat اللي هي VGS minus VTN، فهذا شرط الساتوريشن. طيب كونه VDS بتساوي VGS فمعناته شرط الساتوريشن دائما راح يكون متحقق، لانه مثلا على سبيل المثال 3 فولت اللي هي اكبر من 3 ناقص 1، نعم اكبر، لانه VDS و VGS متساويات، فاذا هذا الشرط دائما راح يكون متحقق. فانا اذا ربطت الجيت مع الدرين بهذا الشكل، بسموها جيت درين كونكتد، اذا ربطتهم مع بهذا الشكل فهذا بيضمن لي انه الترانزستور دائما اوبريتس بالساتوريشن ريجن، وبستخدموها كثير بابلكيشنز هاي الشغله. وهيك بنكون كملنا الشابتر،
وإن شاء الله المرة القادمة نبدأ بالشابتر اللي بعديه، ويعطيكم العافية.